شكراً لمجموعة المسكة ومدربها هشام يونس. مجموعتنا الرابعة للمدرب الحاضر بيننا جميعاً، لم يمنعه القيد من أن يكون حاضراً معنا اليوم، الفنان لؤي طافش مع مجموعة اللجون، وهي قرية هجرت ودمرت في النكبة ويجثم على أراضيها اليوم مستوطنة ومعتقل مجد. حب
الهوى وبين جانا أغرسينا نادوا لينا مواطرينا وفرسينا ميش بلميش يا بلميش أنا أغرسينا بناني وهوى وحب وهنا عرسيهن يتفرجوا عرقصينا عرسيشو يا بل بيشو يا بل بيشانا عرسينا بناني وهوى وحب وهنا ودنيتنا الوعر الصخر الزهر الوردان حكايتنا القلب الحب الدرب الحدوان شو حلو يا ضيعتنا يا دنيتنا فيك زرعنا محبتنا وحلو الكرمان دنيتنا الوعر الصخر الزهر الوردان حكايتنا القلب الحب شكراً لمجموعة اللجون وشكراً للمدرب هشام يونس الذي أشرف على تدريب مجموعة زميله لؤي طافش منذ لحظة اعتقاله.